بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا السؤال وردني عن سر الرقم 7 في القرآن الكريم. لماذا ذكر الله الرقم 7؟ أولا أيها الأحبة، الرقم 7 هو عدد أولي، رقم أولي لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد. الرقم 7 حقيقة يعني من الأرقام الجميلة والمميزة، وأنا أعتبره رقم كوني. لماذا أيها الأحبة؟ وفيه دليل على أن القرآن كلام الله. سأذكر لكم هذه الحقائق بسرعة. أولا، الكون يتألف من ذرات، النجوم، المجرات، الأرض، الماء، الإنسان، النبات، العناصر الكيميائية، كلها ذرات من نتيجة. نظام تركيب الذرة يعتمد على الرقم 7. كيف؟ يعني لو جئنا بأي ذرة من ذرات الكون، ذرة الهيدروجين أو الكربون أو الذهب أو الفضة أو أي ذرة، نجد أن فيها 7 طبقات. ليس من الضروري أن تكون مشغولة بالإلكترونات، قد تكون طبقة مشغولة أو 2 أو 3، ولكن كل ذرة لها 7 طبقات. حتى الإلكترون إذا أراد أن يخرج خارج الذرة لسبب ما عند تهييج الذرة أو تحريضها، نجد أنه ينتقل عبر 7 مستويات للطاقة، تسمى مستويات الطاقة، فينتقل ثم بعدها يغادر. إذن كل ذرة في الكون مؤلفة من 7 طبقات. هذه الحقيقة نراها نحن اليوم بأعيننا ولا يستطيع أحد أن يشكك فيها. عندما خلق الله السماوات جعلها 7 سماوات. إذن هنا أنا أود أن أتساءل، هل الصدفة عندما خلق الكون يعني جعلت كل ذرة تتألف من 7 طبقات؟ لماذا لم يكن الرقم 6 أو لماذا 7 يعني؟ طيب هل الصدفة جعلت ألوان الطيف الضوئي 7، من الأحمر إلى البنفسجي 7 ألوان؟ يعني هذه حقائق كونية أيها الأحبة ثابتة. طيب هل الصدفة جعلت عدد طبقات الأرض 7، من القشرة الأرضية إلى النواة المركزية؟ طيب هل الصدفة جعلت أيام الأسبوع 7؟ الرقم 7 له حضور كبير في الكون، في المادة، في الذرة. طيب عندما نجد هذا الرقم يذكر في القرآن بطريقة رائعة، ماذا نستطيع أن نستدل من خلال هذا التناسق؟ نستطيع أن نقول إن منزل القرآن هو خالق الكون، بنى الكون على الرقم 7 من خلال إقحام هذا الرقم في كل ذرة. كل ذرة موجود فيها الرقم 7، 7 طبقات. والقرآن العظيم في أول سورة هي سورة الفاتحة 7 آيات، يعني ابتدأ القرآن ب7 آيات وسماها 7 المثاني. وعدد حروف اسم الله ألف لام هاء فيها لفظ الجلالة، الألف واللام والهاء، 49 حرفا، 7 في 7، سبحان الله. طيب نحن نعلم أن عبارة السماوات 7 في القرآن و7 سماوات، يعني لدينا صيغتين أيها الأحبة، يعني رقم 7 ارتبط بالسماوات في القرآن في آيات محددة، جاءت على صيغة تسبح له السماوات 7، هذه الصيغة. الصيغة الثانية، الله الذي خلق 7 سماوات، يعني مرة يضع الرقم 7 قبل أو بعد. طيب كم آية ذكرت السماوات 7 و7 سماوات؟ كلتا العبارتين كم مرة ذكرتا في القرآن؟ 7 مرات، سبحان الله. طيب هل هذه الصدفة؟ أنا أتساءل، يعني هذا القرآن يدعي الملحدون أنه خضع للتحريف وخضع للتبديل، كيف جاء عدد مرات ذكر السماوات 7 بالصيغتين 7 سماوات والسماوات 7 جاء ذكرها 7 مرات في 7 آيات؟ يعني صدفة هكذا يعني؟ طيب نحن نعلم من سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن الطواف حول القبلة 7 أشواط أو 7 أشواط، وطبعا هذا الكلام غير مذكور في القرآن، يعني عدد الأشواط غير مذكور في القرآن، ذكره لنا النبي
بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لمن ينكرون أو يقولون نحن لسنا بحاجة لسنة النبي. في القرآن العظيم أيها الأحبة، كلمة القبلة، القبلة التي نطوف حولها 7 أشواط، القبلة في القرآن بمشتقاتها ذكرت 7 مرات بالضبط. سبحان الله، يعني تناسق عجيب. طيب الإنسان، الإنسان مراحل خلق الإنسان 7: تراب، نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، خلق آخر، مذكورة في سورة المؤمنون. 7 مراحل أو 7 مراحل. طيب لو جئنا مثلا لعبارة خلق الإنسان وعبارة خلق الإنسان، يعني الخلق ارتبط بالإنسان كم مرة في القرآن؟ هل تعلمون؟ 7 مرات. يعني لدينا 7 آيات في القرآن تتحدث عن خلق الإنسان. طيب هل هذه صدفة أيضا؟ يعني بالنسبة للملحدين الذين يقولون إن القرآن محرف ووضعه العباسيون وحرفه فلان، يعني هكذا بعد 1400 سنة من التبديل والتحريف جاء الرقم 7 هكذا بهذا التناسق بالصدفة يعني. طيب أيها الأحبة، لو جئنا للرقم 7 في القرآن لوجدنا، أختم بهذه الحقيقة، أين ذكر أول مرة؟ أول مرة ذكر فيها، ذكر في سورة البقرة بعد 28 آية، يعني 7 في 4. الآية 29 ذكر فيها الرقم 7: ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. والله أيها الأحبة، لا نملك ونحن نرى هذه الحقائق إلا أن نشهد أن منزل هذا القرآن هو الذي خلق السماوات 7، وهو الذي خلق كل ذرة في الكون بطبقاتها 7، وهو الذي يعني جعل هذا القرآن يعني معجزة تشهد على صدق كلامه سبحانه وتعالى وعلى صدق رسوله الذي قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.